بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة مرسال الإعلامية تغطيتنا اليوم للمعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي موجودين في دار الوراق. دار الوراق مكتبة معروفة في مدينة الرياض، فهم حيقدموا نبذة عن أنفسهم. تفضل. السلام عليكم، أنا محمد نور الدين من شركة دار الوراق. نحن شركة مهتمة بالمناهج التعليمية اللي تقدم للمدارس الأهلية والعالمية. مناهجنا هي حاسب آلي، لغة فرنسية، دراسات اجتماعية، KG Math & Science، واللغة العربية هي الكتب الأساسية. كل هذه الكتب مرخصة من وزارة التربية والتعليم السعودية للتعليم بالمدارس الأهلية والأجنبية. منقدم طبعا الدعم الفني، يعني كل منهج عنده ناس متخصصين educational consultant بيقدروا يقدموا للمدرسة الدعم الخاص للتيتشرز عشان يكونوا يعلموا المواد بأفضل طريقة. وطبعا كان عندنا محاضرة اليوم بخصوص الروبوتكس. منهجنا الروبوتكس كتير متطور، معمول بال 2022، الوزارة عم تثني عليه لأنه براعي التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. عندنا نحن مكتبنا موجود بالرياض، منأمن الكتب لجميع المدارس على صعيد المملكة. رقم الجوال 0538-212-562. شكرا.